الله، وهذه نتائج الجولة اللي خدناها العصر في السيارة. شوف فخر، تعال جيبه 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 جيبه. حاضر، خدودك ليش راحت حمراء؟ ايوه انا خدودي ليش حمراء؟ ها؟ خدودي ليش خدودي حمر؟ ليه؟ وانا خدودي بيضاء. ليه؟ هذا رزاق ولا مو رزاق؟ ما لنا دخل، هذا الله اللي خلق، الله اللي خلق ورزق. دنيا حظوظ هذه. تعال يا فخر. ركبتي ليش دي؟ يا بوي ركبتي ليش بيضاء؟ ركبتي سوداء ليش؟ رزقه الله، رزقه كذا. ما الله ما رزقه. ها كيف رزقه الله انه يجي ركبته وخدود اكبر منه؟ لا تدغدغ، لا تدغدغ، لا تدغدغ. بك بك. اللهم لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تجازيني بقبيح عملي، ولا تصرف عني وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني استودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحدا غيرك، واستودعتك لا إله إلا الله فلقني إياها عند الموت، واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك، واستودعتك كل شيء رزقتني وأعطيتني فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي ولوالدي ولمن أحببت ولمن سكن قلبي ولإخوتي يا من لا تضيع عنده الودائع. أنا ذا مدني عيال لنا الحين صح؟ لا بابا الله كريم، الله يكتب الأجر، الله يصلح لنا النية. أنا بالأبوه الرجال أفضل. هذه واحدة زحطت قدام الأذان والباقي مع الأذان. رجال محرمنا مفطر الشهر كله. ليش تجلس جنبي؟ ما حرمت رمضان؟ عشان ايش؟ ايه رمضان. عشان ايش تجلس جنبي؟ ارفع صوت. بس عشان صحن سمبوسة. ايش تقول؟